الساعة 7:30 الصبح. إيه النهاردة الجمعة، فأنت عارف ده معناه إيه، أو مش لو أنت مش عارف عادي يعني. ولكن بعيد عن كل الكلام ده، عايز أقولك حاجة. لسه مديني شوية، مش عارف هي باينة كويس ولا لأ. قعدت عليها ساعة كده ولا حاجة، فأدخل أنام دلوقتي عشان يا دوبك ألحق صلاة الجمعة وأفوق لبقية اليوم عشان يومنا طويل شوية. خلصنا الجمعة، هنروح جامعة نحضر الحضرة. دايري كالعادة فاضي تماما، ونريفيو مطعم جديد. فاضل 5 دقايق مثلا عشان نوصل الجامع. حاجة كنت عايز أتكلم عليها فعلا، ألا هو حوار اللبس. بالنسبة لي أنا مثلا دلوقتي لابس تيشيرت بتاع ريجا مورتي، جبت التيشيرت دوت أكتر من سنتين كمان، عشان أنا كنت فان ريك مورتي جدا جدا يعني. اللي حصل ان انا لفترة ما كنت بريليت بالتيشيرت دوت، كنت البسه وانا مبسوط كده، اللي هو انا بعرض جزء من الحاجة انا بحبها في اللي انا لابسه. دلوقتي بعد سنتين ما يعني فاكر ازاي، مش حاسس ان انا عايز البس التيشيرت تاني، مش قادر اريليت بالتيشيرت زي الاول. نفس الكلام ممكن تلاقيه في ايتمز بتجيبها حواليك. ايه حل المشكله دي؟ ايه حل الموضوع ده؟ وطبعا حل الموضوع ده ان التيشيرت مش بتقعد تلبسه سنتين تلاته زي ما بعمل كده. التيشيرت بتلبسه الصيف ده وبعد كده خلاص شكرا. ولكن انا مش من الناس اللي كل شويه تنزل تبضع يعني، انا بتبضع مره كل سنتين تلاته يعني. ولكن الحل الافضل دي من وجهه نظري ممكن اكون غلطان جدا يعني، ان انت تجيب حاجه ساده. لان حتى بقيت لما اشوف حاجه مثلا، لما احب اشتري تيشيرت او حاجه، بقعد اشوف هو مكتوب عليها ايه، ايه الارقام دي، طب كذا كذا، احس ان انا مش عايز اجيب الشيء ده. فبقيت يعني يا اما اجيب حاجه انا شايف ان فيها فكره روشه، يا اما اجيب حاجه ساده وراح دماغي. ولما بتيجي تنزل بتلاقي نفسك مش بتقعد تحتار هل بالزا ولا هل بالزا، الوان كل واحد يلبس اللي هو عايزه وخلاص يعني. رغم ان انا مش مهتم بالمنظر الخارجي قوي، بس حاسس ان الهدوم دي جزء من البرسوناليتي بتاعتك، فاهمني؟ الكاميرا ليه عايزك يعني، انا ظبط الكاميرا، الكاميرا باصه فوق برضه، مفيش فايده، مفيش مشكله. على العموم احنا وصلنا الجامعة. ياي تقريبا اتاخرت. على مثل هذه الالفاظ لغته العربيه ضيقه شويه، لو درستها في اللغة العربية هيجد هنا صح وده صح وده صح وده صح. فهمت ازاي؟ ادي ميزة بقى اللغة العربية انها تسع كل التعبيرات المختلفة. الكاميرا ليه مصرة ان انا اهو مش عارف رايحين مدينة نصر دلوقتي، و اتكلمك اول ما اوصل هناك. استاذ عيشة، ناس كتير قوي كانت بتتكلم عن بدائل الكولا ويقول لك لا حسين الكولا جامد، ناس كتير بتدور على بدائل الكولا وبيبسي وكده عشان مقطع يعني والحاجات دي. انا من سنه بالظبط شبت حاجه اسمها اويسس. في ناس بتختلط ما بين اويسس اللي فينا واللي بره، لان في بره مشروب اسمه اويسس بس مش منه كولا، ما فيهوش من يعني مختلف تماما عن اللي هنا. فشبت انا في خير زمان، واكتشفت ان خير زمان كان ساعتها تقريبا يعني من سوبر ماركتس قليله جدا اللي بتقدم المشروب ده وبتبيعه يعني. فشربت من سنة، وأول حاجة جت في دماغي إن الشيء دوت أجمد بكتير أصلا من الكولا والبيبسي يعني. كان الصودا فيه قوية جدا، كانت إزازة 350 مللي. فالنهاردة وأنا راح أجيب لي حاجة من السوبر ماركت لقيت دوت، لقيته هو أصغر بكتير من قبل كده. لا بص حاطين على فلسطين بقى وبتاع، ولكن هقول تاني في اويسس اللي هو بره لوجو شبه ده شويه، ولكن دي ناس ودي ناس. فانا مش عارف بصراحه اذا كان نفس الكواليتي بتاعت قبل كده ولا اتحسنه ولا بقى اسوء، مش عارف. بسم الله. الصودا فيه قويه قويه فشخ. لو قلت لكم ان ده اويسس ده احسن بديل للكولا، احسن حاجه شربتها في الكولا، وانا بقول لكم يفضل اصلا يعني بطل المشاريب دي كلها، ولكن
الناس اللي بتحب الكولا وكده اول حاجه ده اويسيس. بصوا حتى في فلسطين يا باشا يعني كله موجود تحتيه على طول، ماكسي تحت ماكسي على طول، اسمه ده سينا كولا، تحت سينا كولا بقى اي حاجه تانية. مشكله سينا كولا الافتر تيست بتاعها في الكولا بالذات وحش، بس ده كان رانك مشاريب بصراحه. انا اتفاجئت ان لقيت ده هنا، انا ما شفتش المشروب ده بقالي فوق السنه تقريبا. خدت شهادتي الكورس اللي فات، جبت بي. في ناس جايب اي و اي بلس، انا جبت بي. ولكن الافضل من كل ده شاي. دلوقتي بريك، فانا بعض بشرب الشاي بتاعي سادة من غير سكر. لقيت كاس عسل صغيرة كده، قلت اجرب. مش حلو، متشربش عسل مع شاي. اهلا، ايه الاخبار؟ ريفيو الجمعة دي على مكان اسمه آل مؤمن وجحا في وسط البلد. ده مطعم بتاع كشري طواجن وكريبات. بص اخويا السكيتر اهو هناك، واخد بالك داخل مع مش خايف خالص. بص الراجل الطيب الجدع ده جاي يونسني، يعني انا اليوم كله لوحدي جاي يونسني. المهم نزل لي الطلب بعد مثلا ثلث ساعه حاجه، نزلت سخنه. وانا بصراحه من الناس اللي بتحب تدخل البشاميل او المونزاريلا بشكل عام في اي حاجه، دخلها لي ان شاء الله مع الكشري. لا بص دخل ما جربش، ما حدش يجرب الشيء ده. عجبتني الاكله، كانت لذيذه. جنب الشهاده بتاعتي كده على طول هتلاقي ايه، اول مره اشوف الشيء ده، سلطه وشطه من تحت. انا من الناس اللي بتحب الشطه يعني جدا، اكلته ما فيش اي حاجه خالص. زي ما قلت لكم قبل كده انا مش هريت اي حاجه تحت السبعه ونص ثمانيه، فالطبق ده بصراحه يستاهل ثمانيه. هل احنا خلصنا؟ هل احنا استكفينا كده؟ لا، تعالوا نروح باللبن عشان نجرب الطعميه والكشري والفول الجديد بتاعهم ده. بهزر طبعا، هنروح على المطعم اللي جنبيه على طول هنجرب حاجه اسمها قشطوطه. انا عمري ما جربتها. بصراحه اللي منعني ان انا اجيب حاجه من عند اللبن عشان الطابور. انا بصراحه كنت عايز اشوف القرف اللي هو بتاع الكشري والطعميه والفول والحاجات دي شكلها عامل ازاي، وفي الاخر كنت هطلب قشطوطه برضو. المهم استنيت، والراجل الطيب دوت كان شغال على الحاجه، يعني ربنا يبارك له ويبارك للمحل. خدت الحاجه بتاعتي. انت خدتها بعد تلت ساعه نص ساعه برضو. ندور على مكان هادي ناكل فيه الشيء ده ونرجع بيها البيت. بص البلد ما فيهاش مكان هادي فنرجع بيت. ورجعت على البيت عشان مفيش مكان اكل فيه خالص. يعني عايز برشام الصداع. الريب بتاع القشطوطة 8 من 10. عارف بقى ايه اللي 10 من 10؟ الكرنك. فاهم؟ تروح الكرنك تروح تاكل القنبلة.